المفاوضات التي جرت در کنار روابط بيننا سیاسی تصمیم به توسعه روابط اقتصادی و تجاری تطرقنا من گرفتیم خلالها إلى و مصممیم این که توسيع روابط وتنمية العلاقات الاقتصادية إلى الجانب تجاریمون رو العلاقات توسعه بدیم. السياسية، ونحن حريصون ظرفیت های خوبی على و عمدانی تنمية در کشور وتطوير عبدالله وجود العلاقات داره. ظرفیت های الاقتصادية. بسیار خوبی هناك ما به طاقات برکت وإمكانيات كبيرة انقلاب اسلامی و برکت في الجزائر، وهناك حضور طاقات جوانان وإمكانيات كبيرة برومندمون در بفضل کشور جهود پیدا کردیم الشباب و الإيراني، ونحن على برادرمون استعداد كامل الجزائر به لنشارك اشتراک الجزائر بگذاریم. الشقيقة والصديقة بكل ما امیدواریم لدينا این من سفر الخبرات با والإمكانيات. نتمنى تصمیمی که أن تكون هذه الزيارة مسئولین زيارة ناجحة دو کشور دارند بفضل به القرارات گامهای التي بلندی در جهت يتخذها توسعه مسؤولين روابط من سیاسی، البلدين، وأن اقتصادی و يصب لصالح تجاری تنمية فرهنگی العلاقات التجارية بین دو کشور والاقتصادية بیانجامد والسياسية و به والثقافية ویژه در بين حوزه علم البلدين، و خاصة فناوری في کارهای المجالات بسیاری العلمية که والتقنية.